إلى ذلك عقدت اللجنة النيابية المكلفة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة اجتماعها الأخير ظهر اليوم ضمن المهلة المقررة لها للانتهاء من الوصول إلى صيغة لتقريرها النهائي حول التعديلات المقترحة على برنامج عمل الحكومة. وتعكف اللجنة في هذه الأثناء على مواصلة اجتماعها الثالث عشر والأخير برئاسة سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والذي خصصته لمزيد من البحث والدراسة للمرئيات التي رفعتها اللجنة إلى الحكومة الموقرة قبل انقضاء المدة التي تنتهي غدا 27 من الشهر الجاري. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف سعادة النائب عادل العسومي عضو مجلس النواب عضو اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة. مساء الخير سعادة النائب عادل العسومي، اليوم هو الاجتماع الأخير للجنة قبل الانتهاء من صياغة تقريرها النهائي بالتعديلات المقترحة على برنامج عمل الحكومة. ما هي أبرز تلك التعديلات التي تم بحثها حتى الآن وقوبلت بتجاوب من الحكومة؟ طبعا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. طبعا اليوم ليس الاجتماع الاخير، في هناك اجتماعات راح تكون في الايام القادمه. احنا طبعا لحد الان في امور كثيره لم نتفق معه مع الحكومه عليها، وراح طبعا نسعى احنا كمجلس نواب نتوافق مع الحكومه عليها في بعض الامور اللي تتعلق بالاسكان، التربيه والبنيه التحتيه والصحه، اضافه لاحنا طلبنا محاور اضافيه ننتظر رد الحكومه عليها. الرد الحكومي احنا يحتاج توضيح في الامور اللي ردوا علينا اللي هي الاسكان والتربيه والبنيه التحتيه والصحه. اذا وصلتنا الارقام اعتقد بشكل دقيق اتوقع ان احنا راح نتفق على بعض الامور. مثل ما قلت لك هذه بالنسبة لنا كمجلس نواب وكبحرين بشكل عام وكحكومة أن هذه أول تجربة أن مجلس النواب يناقش برنامج الحكومة ويبدي رأيه فيه. التجربة هذه الآن احنا نضع اللبنات الأساسية لسنوات إن شاء الله قادمة بإذن الله. سعادة النائب عادل العسومي، نود أن يعني نوضح هذه النقطة للمشاهدين الكرام، اليوم هو الاجتماع الأخير للجنة قبل الانتهاء من صياغة التقرير أم هناك اجتماعات قادمة قبل الانتهاء من صياغة التقرير؟ هناك اجتماعات قادمة بحكم أن احنا بالذات الملفات قلت لك المهمة على رأس الملف الإسكاني. نعم. في هناك تباين كان في الآراء داخل اللجنة، لكن حسم الرأي اللي احنا دعينا له وهو طلب زيادة معلومات عن مشاريع الإسكانية بشكل مفصل على أساس أن احنا كمجلس نواب نبدي رأينا الأخير فيه. احنا راح نسعى الآن إلى طلب اجتماع مع الحكومة الموقرة يوم الأربعاء القادم. نعم. لكسب الوقت على أساس أن وقت المراسلات الآن غير مجدي بالنسبة لنا من ناحية المدة المتبقية لنا كمجلس نواب اللي الدستور حددها في 30 يوم. لذلك احنا راح يكون مع الحكومة الموقرة اجتماع نهائي. نعم. لإعطاء الحكومة حق ان هي تبدي ما عندها من بعض التفاصيل اللي احنا طلبناها منهم بشكل خطابي او كتابي. لذلك الاجتماع اللي يكون راح يكون اجتماع حاسم بناء عليه سوف يبنى عليه مجلس النواب رايه اللي هو الاجتماع القادم يوم الاربعاء مع اللجنه الوزاريه اللي كلفت الحكومه. لكن حبيت اكد لك انا في نفس الوقت. نعم. ان احنا لمسنا من سمو رئيس الوزراء حرص كبير على دعم مجلس النواب في التعاطي مع برنامج عمل الحكومه، لكن مثل ما قلت لك هي تجربه اوليه احتجنا وقت لان احنا نتعامل معها بشكل سريع لان
موضوع انك انت قاعد الان تحط اللبنات الاساسيه للتعاطي مع برنامج عمل الحكومه، لذلك احنا نراهن على ان احنا راح نتوافق ان شاء الله مع الحكومه الموقره من خلال دعم سمو رئيس الوزراء لمجلس النواب. في النهايه نشترك مع الحكومه ان احنا نتمنى الخير للمواطن البحريني وللبلد، وان شاء الله نكون احنا عند حسن نعم باذن الله البحرين. سعاده النائب عادل العسومي عضو مجلس النواب عضو اللجنه النيابيه لدراسه برنامج عمل الحكومه، شكرا جزيلا لك.